بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. رسالة الإسلام كانت النور اللي نجى كل البشر من الظلم والظلام. رسالة الإسلام لهداية كل البشر وتكريم بني الإنسان وتحريم كل الأسام. دعوة للخير والطهر والعفة، دعوة للحق والعدل، دعوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رسالة الإسلام هي رسالة الأخلاق والفطرة السليمة لكل إنسان آمن بربه واستقام. العفة في الإسلام إيه المقصود بيها وإزاي نحافظ عليها؟ تفاصيل مهمة هنقولها إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك، الحمد لله على سلامتك وحشتنا. الله يبارك في عمرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويسترك ويكبر خاطرك وخاطر أمين أولادك يا رب. أمين يا رب. ويكبر خاطر جميع المشاهدين وخاطر جميع العاملين في هذه القناة الجميلة، ويكتب لكم جميعا الستر والنصر أمين يا رب. والعفاف والهدى والتقى والغنى. أمين يا رب. ديننا دين جميل في كل الحاجات الحلوة والجميلة المفيدة لينا في حياتنا وفي شخصيتنا وفي بيتنا وفي أولادنا. العفة كلمة بنسمعها كتير جدا، لكن أكيد هي معناها وليها معاني عميقة جدا ممكن يكون البعض ما يعرفهاش. يعني إيه عفة؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. العفة أو العفاف، ما إن نقول هذا المصطلح إلا وينصرف إلى النظر الحرام، الكلمة الحرام، لكن الأصل أن هذا المصطلح أعمق من هذا بكثير. فالعفة والعفاف تكون في الكلام وتكون في الأفعال وتكون في التصرفات وتكون في المطعم وتكون في المشرب وتكون في الملبس. فمن البداية كن عفيفا في كلمتك، كن عفيفا في نظرتك، كن عفيفا في لقمتك، كن عفيفا في شربتك، كن عفيفا في طلبك، فكن عزيزا. فالعفة هي الصيانة والبعد عن كل ما لا يليق. يعني إيه كن عفيفا في كلمة في كلمتك؟ يعني ما تقولش إلا الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، كلمة طيبة. ما تقولش كلمة السخرية والاستهزاء، ما تقولش كلمة الكذب والغيبة والنميمة، ما تقولش كلمة تقللك. زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. حديث حلو قوي قوي. اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. فالعفاف هو صيانة، أو العفة الصيانة والبعد عن كل ما لا يليق قولا أو فعلا أو حتى نية. منويش أن نغدر بحد، فأنا عندي عفاف وعفة حتى في قلبي ونيتي. ذكر القرآن الكريم العفاف لما قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الشاب اللي مش قادر يتجوز، استعفف عن النظر الحرام، استعفف عن أي شيء حرمه الله عز وجل. وربنا لما تكلم عن القواعد من النساء قالوا: أن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صباحا ومساء يطلب من الله العفاف. كان كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صباحا ومساء يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أربع كلمات يطلبهم سيدنا النبي صباحا ومساء: الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأربع أشياء لو الإنسان هم فيه أنت كم ملكت الدنيا كلها. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نقول أربعة بيطلبهم صباحا ومساء. طب قبل ما نقولهم ناخد التليفون. تفضل. مو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازيك يا أستاذة لمياء؟ الحمد لله بخير، أهلا بيك. أنا بحبك جدا والله في الله. ربنا يخليك يا حبيبتي. وبحب الشيخ رمضان، ربنا يبارك فيه يا رب. يا ربي يرضيك ويكبر خاطرك. أمين يا رب. حضرتك أنا أسأل السؤال يعني. تفضلي. أنا جوتي، أنا كنت غضبانة، قعدت غضبانة 3 شهور، بعدين رجعت كنت سايبة أولادي، بعدين رجعت وبعد ما رجعت سايبة أولادك الثلاث شهور مع باباهم. آه مع باباهم كنت سايبة الثلاثة وكنت معايا البنت الصغيرة. بعد ما رجعت وخلفت أهلي ورجعت من غير رضاهم عشان خاطر أولادي. وبعد ما رجعت قال لي مش هينك ولا هعمل لك حاجة، ورجعت وقال لي هتجوز ومش هتجوز، قلت له مش مشكلة، وقعدت ورجعت عشان خاطر أولادي. بعد ما رجعت بعد شهر اتصالحنا أنا وهو، بعد وفاة عمي كده اتصالحنا أنا وهو. بعد ما اتصالحنا راح لوحده كده خاطبني تاني لوحده، عايز يكلمني
ولا بياكل معايا ولا بيشرب معايا ولا قاطعني خالص لي 4 شهور ولا بينام جنبي ولا كني هو قاعد في حتة وانا قاعدة في حتة ولا ليه دعوة بيا خالص. ايه حكم دلوقتي ان انا نعمل ما غلطتش فيه؟ طب انت ما سألتيهوش هو ليه واخد جنب منك؟ سألته يقول لي انا مرجعك عشان خاطر اولادك بقى. طب الموقف اللي انت مشيتي بسببه كان ايه؟ بسبب ان هو كل ما يقول انت صوتك عالي وانا كنت بنادي على بنتي ما كنتش بعمل حاجه. صوتك عالي، طب انا مش صوتي عالي، طب حقك عليا انا مش قصدي، انا كنت بنادي عليها برضو ما فيش برضو ما هو بصي حقك عليا واحد بعدين كده ان هو بيقول لك انت صوتك عالي، اكيد هو الموقف مش موقف ان انت كنت بتندهي على بنتك، اكيد انت من طبعك اسمعيني بس، اكيد انت من طبعك ممكن تكوني عصبيه شويه فصوتك بيعلى. لا 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 مش عصبيه، انا صوتي نبره صوتي ممكن عاليه بسيطه بس انا مش صوتي مش عالي للدرجه. هو كل شويه بصوتي وطي صوتي، انا من نوع ان انا خلي بالك نعم وحاضر وكل حاجه، نعم وحاضر ما باذيش في حاجه ولا بقول له، قلت له حاضر انا مش قصدي، انا كنت بنادي على بنتي وهو كان قدام الباب يعني. بس هو نبهك اكتر من مره انك ما تعليش صوتك. بس انا قلت له انا ما كانش قصدي بعدين قلت له حقك عليا مش قصدي وسكتنا. بعد كده مد ايده عليا، لما مديت مد ايده عليا اتصلت باهلي وكده. مد ايده عليكي ليه؟ عشان صوتي عادي شويه، راح مد ايده عليا وضربني وكنت ساعتها حامل في بنتي ساعتها. يعني هو ضرب حضرتك لمجرد صوتك عالي على بنتك؟ على بنتي، بنادي على بنتي، ان انا بنادي على بنتي بس. يعني هو رفع ايده عليكي وضربك عشان صوتك عالي على بنتك؟ ولا صوتك عالي عليه؟ لا انا عمري ما عليت صوتي عليه، والله عمري ما عليت صوتي عليه. مصدقك حاليا ولا راضي يكلمني ولا راضي يقعد معايا. طب السبب ايه؟ ما احنا خلصنا من ده. ما هو بيقول ما بتقول لك، هو بيقول لها انا رجعتك بس عشان خاطر ولادك. واضح ان هو الموقف اللي هي مشيت بسببه موقف بالنسبه له كبير. لا هو زعلان ان اهلي، ان انا اتصلت باهلي واهلي جم خدوني والاهلي عم بيكلموه، هو بقى ما احترمش اخواتي الاكبر منه وهو حاليا زعلان مني. طب انا يقول لي هم عملوا معاه ايه يا استاذه؟ ما عملوش حاجه، بيقولوا له انت بتمد ايدك عليها وزعلها ليه؟ قال له اختكم صوتها عالي. قال له طب صوتها عالي عملت ايه؟ بتنادي على البنت وانا قدام البنت صوتها عالي. طب انت مديت ايدك عليها انت مش راجل، هو زعلان من كلمه انت مش راجل. قال له الراجل هو ده غلط ما يمدش ايده على مراته. بس راح عوض له حاليا دلوقتي عايز زي ما انت طلبتي اهلك واهلك وخليتي اهلك هانوني، انا ههينك، انا هكسرك، انا هتجوز عليكي، انا عامل كذا. طب انا راضي فيه واعمل فيه عشان خاطر اولادي؟ مش راضي، هو ليه 4 شهور وراضي يكلمني؟ طب الحكم دلوقتي ان انا قاعده كده مع اولادي وراضي يكلمني ولا راضي ياكل معايا ولا يكيني قاعده في البيت ولا هو قاعد في البيت، ويتصل مع اخته ويكلم اخته قدامي ويهني من ناحيه انا هعمل فيها واسوي فيها هي واهلها وهي وهي وهي. طب انا اعمل ايه؟ ذنبي ايه دلوقتي ان انا قاعده في اولادي وبيجرح فيا بالكلام كل شويه؟ انا ذنبي ايه؟ تمام يا فندم، هنجاوبك ان شاء الله. تابعينا يا ام محمد، اتفضلي فضيلتك. طبعا رقم واحد احنا مصدقينها ولا نكذبها، لكن لابد من سماع الطرف الثاني، لان هو دايما البني ادم ما بيغلطش نفسه. أيوة. تمام، ودائما اعتادت النفس على التبرير، انا ما اقصدش، انا ما كذا، انا ما عملتش، انا الى اخره. من النادر انك تلاقي حد يقول انا فعلا غلطت في كذا وهصلحه. وزمان علمنا المشايخ التبرير سبيل الزيادة في التقصير. يعني ايه التبرير سبيل الزيادة في التقصير؟ اصلا غصب عني، زي ما ابليس كده قال انا خير منهم فبرر، لكن ادم ما بررش، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاول طبعا لابد ان احنا نسمع الطرف الثاني دون تكذيب بالمتصلة الكريمة. طيب رقم 2، لانك هتسمع وجهة النظر الثانية هتلاقي كلام مختلف تماما. الله ينور عليك. طب رقم 2، احنا ننصح المتصلة الكريمة جزاها الله خيرا انها تحافظ على بيتها وتحافظ على اولادها وما تدخلش اهلها تاني ابدا، طول ما الخلاف يا ناس ما بين الزوج وزوجته محلولة. قلت ايه حضرتك؟ محلولة. الله ينور عليك، محلولة فعلا. تمام، لكن اول ما بيخرج من عتبة الباب خلاص خلص. بالضبط، هي دي أزمة. أهله يقفوا له، أهلها يقفون له، والخاسر الأول الأولاد ثم الزوج والزوجة. يبقى رقم 2، أخطأتي بأنك دخلتي أو إخواتك وأهلك في هذا الأمر، الموضوع كبر وغلطوا فيه. كلمة وهيفضل فاكر الغلط، ولو هو غلط فيهم هيفضلوا فاكرين برضو الغلط. ما بص حضرتك، الزوج والزوجة بيتراضوا بينسوا، إنما الأهل ما بينسوش. صح. يا ناس افهموا
بتتكلموا ده؟ رب ولادكم على كده، الزوج والزوجة الدنيا رايحة جاية، طبيعي الباب مقفول رايحة جاية بينهم من بعض هيتراضوا، إنما أهل الطرفين ما بينسوش. فرجاء حافظ على بيتك، ما تدخليش أهلك تاني. رقم ثلاثة ولا بعد الاتصال؟ لا كملها بقى. رقم ثلاثة، لازم تراجع نفسك وتقول لنفسك انت غلطانة في ايه، وبصدق انت حرة. يعني ما تقوليش ايه اصلا انا صوتي عالي بس شوية مش قوي يعني. بالظبط. ما هو اللي مش قوي يعني ده ممكن يبقى بالنسبة له هو قوي قوي قوي. ومين راجل هيقبل واحدة ست تبقى واقفة تعلي صوتها على عيل وجوزها موجود؟ ده هو راجل صوتك ما يعلاش، هي على راسي من فوق ما اختلفناه، انما يبقى جوه البيت والجيران سامعين صوت زوجتي ازاي يعني؟ ايه المنطق ده؟ وتخيلي بقى لو قدام الباب، تخيلي لو في الشارع بتزعق حتى لعيالها، ده لا يليق ابدا. تخيلي بقى لو هي معتاده على ده فردت عليه هي بصوت عالي، وده وارد طبعا، لانها معتاده على ده طبعا، فاكيد هيبقى في مشكله كبيره جدا. تمام، فلازم الكلام ده يتوقف. فلازم تقعدي مع نفسك وتقولي انا غلطانه في 1 2 3 4، ولازم ده يتغير. وهو يقعد معاكي ويصارحك في ده، ما اجمل ان احنا نقعد ونصارح بعض وندي لبعض مده زمنيه نتغير فيها. صحيح. طيب ناخد مدام عفاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام دنيا؟ انا مش مصدقه انا بكلم حضرتك النهارده والله. نورتينا والله يا عظيم. مهما وصفك احنا بنحبك قد ايه، وبنحب البرنامج لان برنامج مفيد وبيفيد الناس. الحمد لله يا رب. وبيوصل صوتنا كمان، يعني كمان بيوصل صوتنا وبيعرفنا الدين بتاعنا وكل حاجه حلوه الحمد والله. لله الحمد. ربنا يكرمك ويجعلك من ذر حسناتك. ربنا يخليك يا حبيبتي انت وكل اللي عاملين في البرنامج يا رب. امين يا رب. اتفضلي. بسلم على فضيلتك الشيخ رمضان طبعا، رب على عيني وعلى راسي. ربنا يكرمك يا شيخ رمضان. الله يبارك في عمرك ويجبر خاطرك. الله يخليك. بص حضرتك يا فندم، انا زوجي من ذوي الاحتياجات الخاصه عنده 67 سنه. بص يا مدام لمياء، انت حضرتك برنامجك هيوصل صوت ملايين الناس وهتاخدي ثواب كبير جدا على الناس دي ان شاء الله. 67 سنه وعنده عربيه وبنته اللي بتسوقها عشان هو ما بيقدرش ينزل. حضرتك لما ينزل بنجيب له الاسعاف عشان ينزل، بنجيب له الاسعاف لانه ممنوع ما بيعرفش ينزل ولا سلمه واحد يا مدام لمياء. خلاص. فالعربيه بتاعته بنته بقى بتروح تجيب له انبوبه اكسجين، تروح تجيب له الدكتور، تروح تدور له على دواء. بالله عليك يا مدام، هل يعقل ان في كل حته زي دي ايه العربيه؟ هل يعقل؟ انا مش سامعاكي. هل يعقل يا فندم ان هي بنته تاخده معاها في كل مشوار اللي بقول لك عليه ده يا فندم؟ هل يعقل؟ هي دي بنت حضرتك ولا بنته هو فقط؟ مدام عفاف مش معانا، الخط قطع. طب حاولي تكلمينا مره ثانيه. طب انا ما فهمتش طبعا هي عايزه تقول ايه او ايه السؤال ايه، بس حاولي تكلمينا ثاني. طيب 4 حاجات كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيطلبهم. شوفي حضرتك عند 4 و4، 4 بيدعي بيهم و4 بيقول لك لو فيك الأربعة دول ولا يهمك بقى اللي فاتك من الدنيا. الأربعة اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بيهم صباحا ومساء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صباحا ومساء. وبيقول لي والحديث عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. في 4 حاجات أكتر حاجة تخلي الإنسان لا ينحرف يمين ولا شمال، اللي هي 4 حاجات. إيه هما؟ حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. إيه؟ اشرح بقى. إيه أنا مستني أسمع. أول واحدة إيه؟ حفظ أمانة. أمين، أمين على أبويا وأمي، أمين على زوجتي، يؤتمن على كل شيء، كل حاجة يا هانم. أمين على أولادي. الأمانة من صفاته. الله يكبر خاطرك. والأمانة مش مجرد تديني فلوس أوصلها لحد أوصلها، لا الأمانة مش فلوس بقى. ده الاستشارة أمانة، والكلمة أمانة، والعمل أمانة، وولادك أمانة، وبيتك أمانة، والوطن أمانة، وصحتك أمانة، وكل حاجة. الله يبارك. حتى أحكام ربنا وشرائع ربنا والصلاة أمانة. يبقى حفظ أمانة وصدق حديث، صادق ما بكذبش أبدا. وحسن خليقة، عندي خلق صاحب أخلاق عظيمة جدا ومبادئ، وعندي عفاف في مأكلي ومشربي. ناخد أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. الحمد لله. أهلا بك يا شيخ رمضان، ربنا يبارك لك يا رب ويحضر فيك خلقه. الله يسلم سعادتك. أهلا بك. رمضان انا كلمت حضرتك قبل كده، انا باخد كيماوي وبطلب منك تدعي لي مره واثنين، جاي لي ربنا يخليك. حاضر يا ست، الله يشفيك ويعافيك. امين يا رب. يشفي كل مريض يا رب. امين يا رب. ويجعله بردا وسلاما يا رب. امين يا رب.
امين يا رب. بس شيخ رمضان انا قلت لحضرتك ان انا كنت باخد البرشام اسبوعين وريح اسبوع. ما ينفعش ان انا يعني الساعه 9 يعني 9 بالدقيقه، ما ينفعش، دي النمط بتاع او البروتوكول بتاع العلاج. فانا فطرت في رمضان 22 يوم، مش عارفه انا قلت لحضرتك قبل كده وتذكر الكلام، قلت لي ايه ممكن ان انت تصوميهم كده. فانا دلوقتي باخد البرشام الكيماوي وجلسات كيماوي الاثنين مع بعض. فطبعا المناعه كل شويه ضايعه وسخونيه، واخش المستشفى واطلع، وطبعا مفيش اكل، مفيش اكل. فانا صعبان عليا، انا بتواصل مع حضرتك من زمان عشان تفيدني انا اعمل ايه في ال 22 يوم دول بتوع رمضان. صحتي دلوقتي انا مش قادره ان انا اصوم. انا مش حاضر يا يعني ستي، نجاوبك ان شاء الله يا ستي. حاضر، ربنا يشفيك يا رب ويشيل عنك. انا بحب الناس الحريصه على ادق الحاجات طبعا، يعني ده ده نموذج للست الصابره الراضيه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. امين. اسال الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ان يمن بالشفاء عليك وعلى كل مريض. امين يا رب. وان يبرئ جسمك وجسم كل مريض من كل داء ومن كل شر ومن كل اذى ومن كل عين ومن كل حسد ومن كل سحر. اسال الله عز وجل ان يبرئ جسمك وجسم كل مريض من شر شياطين الانس والجن. أمين. اللهم امين. امين. آمين. آمين يا رب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن العفة. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام اللي عليها تعمل فيها إيه الأول؟ الـ 22 يوم. الـ 22 يوم دو عليها طالما أنها لا تستطيع الصيام، تطعم عن كل يوم مسكينا إن كانت قادرة. يعني رقم واحد، اللي عليها أيام في رمضان تقدر تصومها تصومها، ده مش قادرة خالص تصوم إما لكبر سن أو لمرض أو غير ذلك، تطعم عن كل يوم مسكين. طب إذا كانت فقيرة لا تجد الإطعام يسقط عنها، وربنا غفور رحيم، ربنا يا رب يتقبل منها. آمين. طيب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العفة تأتي بالتدريب. أدرب نفسي، أدرب نفسي على عفة النظر، فلا تنظر إلى حرام واحدة واحدة تنتهي، لأن هو المسألة في النظرة، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. الله الله الله. فالأساس فين؟ في غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يبقى أنا أدرب نفسي على ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. طيب ناخد نور. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. والله بص انا فرحانه جدا ان انا بكلم حضرتك. والله حبيبتي نورتي الدنيا. بص حضرتك انا عايزه اسال الشيخ رمضان، ان انا لما باجي اصلي بكون مركزه جدا في الصلاه. ف يعني ايه نور؟ وطي صوت التلفزيون. انا بس شويه معلش. على مهلك خالص، بس وطي صوت التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون. حاضر. بصي انا لما باجي اصلي يعني ابدا صلاه، فاول ما اقول الله اكبر ببدا الحمد لله بخشوع وكل حاجه، فبعد كده لما باجي اسجد او اركع فبسرح. مش عارفه بقى يعني، بستاذن الشيخ اللي هو يقول لي اي حاجه ان انا اعملها. حاضر حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا يا حبيبتي، والله انا فرحانه جدا ان انا كلمتكم. والله حبيبتي نورتي الدنيا. تابعينا يا نور. الخشوع والتركيز في الصلاه، دايما الناس تسأل انه احيانا دماغي بتشد بسرح في حاجة، هل في دعاء معين او في حاجة معينة نعملها عشان يبقى تركيزنا كامل من بداية الصلاة لنهايتها؟ اول حاجة ما نكبرش الموضوع وما نحسش بقى انه الدنيا اتقلبت والشيطان يعمل لي من الحبة قبة فيسقل علي الصلاة فامتنع عن الصلاة لان بسرح فيها، ده مدخل من مداخل الشيطان. لانه الله عز وجل يعلم ان احنا قد نسرح في الصلاة، مش لازم دائما لكن ممكن يحصل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، سيدنا عمر كان يقول الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. فربنا قال عن صلاتهم ساهون، سيدنا عمر يقول فمن منا لم يسه في صلاته، ولأن الله يعلم أن ذلك حادث من الإنسان، فما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. ولذلك شرع الله لنا سجود السهو. لو لم يكن يعلم أنه وارد أن الإنسان يسه في صلاته وينسى ما شرع الله لنا سجدتي السهو. يبقى رقم واحد
بهدوء ومن غير ما نكبر الموضوع. طب رقم اتنين، احاول ان انا اركز. اركز ازاي؟ بين يدي من اقف؟ انا واقف بين ايدين ربنا. دي نقطة مهمة جدا، استشعار المعنى بالضبط. رقم تلاتة، احاول استشعر الكلام اللي بقوله، واحاول ان انا اصلي بصور صغيرة جديدة او من المحفوظ جديد، لانه من الاشياء التي تجعل الانسان يبقى سرحان انه بيقرأ الفاتحة وهو دماغه مش موجودة. أيوة. ولانه دايما معتاد انه بعد الفاتحة قل هو الله احد الله الصمد، هو دماغه برضو مش موجودة فبيركزي. طب يلا بينا النهاردة كله هنصلي بآيات جديدة غير المحفوظ ده. طبعا ما بقولش انه الصلاة باطلة او فيها شيء، صلاة صحيحة، بس انا بقول ممكن نبدأ نخشع بآيات جديدة بصور جديدة، فهتخليني أركز عشان أأتي بالآيات. كمان أحاول أن أنا أعتبر أن دي آخر صلاة لي وهقابل ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد صلي صلاة مودع. طب الصور الصغيرة اللي احنا بنقراها فضيلة الشيخ، هل ينفع أن احنا مثلا في كل صلاة نقرأ صفحة من المصحف؟ في الصلوات الفريضة لا يجوز، في الصلاة النافلة يجوز. الفريضة لا، الفريضة لا. يعني حضرتك بتصلي العشاء الفريضة ما ينفعش تبقى فاتح المصحف وتقرأي منه. ليه؟ لا يجوز شرعا. ركزي، ما لا تنشغلي بغير الفرض الذي أنت فيه. طب خلصت الفرض، اقرأي من المصحف كما تشائين في صلوات السنن. يجوز. كمان من الأشياء أن أنا أتخيل أن دي آخر صلاة وقابل ربنا، صلي صلاة مودع. بيسأل عالم من العلماء بما الإنسان لا يسهو في صلاته إزاي. قال إني أدخل في الصلاة فأحمل هم الخروج منها، بحاول أستمتع بها. واحد تاني من العلماء سيدنا حاتم الأصم قال إني أكبر بتعظيم فأركع بخضوع وأسجد بخشوع وأقرأ بتدبر وأتخيل الجنة أمام عيني والصراط تحت قدمي وملك الموت من ورائي ورسول الله يتأمل صلاتي. يلا بينا نتخيل إن أنا وأنا واقف بصلي سيدنا النبي يبص علينا، هتفرق كتير معانا. فموضوع الاسترحام في الصلاة محتاج نوع من التركيز. طيب ناخد أم يوسف. أم يوسف اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا سلامة. الحمد لله يا حبيبتي، أهلا بيك. زي الشيخ رمضان. الله يسلمك. أنا بس كنت عايز أسأل عن حاجة في الصلاة. فضلي. أنا عندي 17 سنة. متزوجة. 17 سنة ومتجوزة؟ 17 أو. فأنا في يعني بيت والدي والدتي ما كانش يعني ما كنتش بشوفهم أصلا بيصلوا. فكنت أنا بصلي يعني ما كنتش أنا لحد قريب ما كنتش بسيب فرض من وانا من تاج ما عرفت يعني إيه صلاة أصلا. بس اكتشفت لما دخلت بيت زوجي بصلي قدامه، بصلي يعني شافني وأنا بصلي المغرب. فقال لي أنت بعد ما خلصت صلاة قال لي أنت بتصلي غلط. قلت له إزاي؟ أم قايل لي المفروض ركعتين ومثلا أقول جزء من الختام وأرجع أصلي الركعة الثالثة. يعني إيه؟ أيوة يعني تمام تمام. السؤال بقى ساعتك، السؤال أنا عايز أعرف أنا يعني كنت بصلي إزاي الثلاث ركعات ورا بعض اللي هو المغرب مثلا أو الظهر الأربع ركعات ورا بعض. تمام. يعني ما عرفش حكاية، أنا بقرأ ما بقولش مش حفظ الختام. تمام. أنا بقرأ لما باجي أختم بقرأ الفتحة ثلاث مرات عشان مش حفظها. تمام. ما لقيتش والدتي تحفظهاني أو والدي، يعني ما لقيتش حد إن هو يحفظهاني. أنت ليكي أخوات؟ أنا عندي أخ 10 سنين صغير لسه ما فيش غيرنا. طب جنبك مسجد فيه ستات بتحفظ قرآن؟ جنبي مسجد. طيب كويس ماشي. فأنا يعني عايزة حضرتك بس تعرفني إن أنا أصلي إزاي، يعني ده اللي أنا عايزة أعرف أصلي إزاي بس، وأنا يعني أي هسأل أي حد يكتب لي حتى الختام بتاعه. جوزك بيصلي؟ بيصلي بس هو يعني أنا لما جيت وقفت صلاة أنا كنت بصلي وكنت بقول مثلا أنا بصلي وربي هيتقبل مني إذا كان غلط أو صح، فأنا مش عارفة. حاضر يا بنتي. طيب حاضر. تابعينا يا أم يوسف. عندها كرستين، دي عندها 17 سنة ومتجوزة ومعها ولد. عايزين نجاوبها على السؤال في مسألة الصلاة. رقم واحد، أنا أنصحك لازم حد يدربك عليها عمليا، يعني جوزها يصلي قدامها يوم واثنين وثلاثة لما تتعود. نقطة كمان، لو جنبك مسجد في مصلى سيدات روح يصلي معاهم الصلوات جماعة، هتتعلمي الصلاة ازاي. كمان نقطة كمان،
شوفي سيدة فاضلة من الناس اللي بتحفظ القرآن الكريم ومن واعظات الأزهر ووزارة الأوقاف، روحي المسجد احفظي معاها بعض الصور الصغيرة وتدربك على الصلاة. طيب أنا الصبح هنصلي ركعتين فرض وركعتين سنة، والظهر 4 ركعات فريضة و6 سنة، والمغرب 3 ركعات و2 سنة، والعشاء 4 ركعات وركعتين سنة وركعتين سنة و3 ركعات وتر. طب يلا بينا نصلي صلاة الصبح، هنصلي ركعتين يا بنتي، هنقول الله أكبر، وقف كده واجي قارئ الفاتحة وصورة صغيرة، لو حفظ صورة صغيرة قرأيها، تقري الفاتحة قل هو الله أحد مثلا، وبعدين تركعي، لما تركعي تقولي سبحان ربي العظيم، لما تقومي تقولي سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجدي أول سجدة تقولي سبحان ربي الأعلى، وتقعدي بين السجدتين تقولي اللهم إني اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني وارزقني، لو مش حافظاها قول اللهم اغفر لي وارحمني، وبعدين السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى، وتقومي تجيب الركعة الثانية برضو تقرأي الفاتحة وصورة صغيرة، وتركعي ترفعي من الركوع وتسجدي السجدة الأولى وتقعدي والسجدة الثانية كده، دي صلاة الصبح. الظهر هنعمل كده بس هنيجي بعد الركعتين نقعد قعدة صغيرة نقول التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، لو أنت مش حفظها اقرأ الفاتحة لحد ما تحفظيها، وبعدين قومي هات الركعتين التانيين، ركعتين التانيين فتحة بس في كل ركعة. طيب يبقى أنا بصلي ركعتين وأعد تشهد وصلي ركعتين وسلم. طيب المغرب أصلي ركعتين وأعد تشهد وأقوم أجيب ركعة واحدة، الركعتين اللي في الأول فتحة وصورة صغيرة، الركعة الأخيرة فتحة بس، وربنا يتقبل منا ومنك. طب اللي فات ما كنتش بتعملي كده، لا حرج عليك، وإن شاء الله مقبول وإن شاء الله صحيح لأنك لا تعلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون. شكرا فضيلة الشيخ. ليه دايما التركيز قوي قوي على صدقة المياه وإنها من أفضل وأعظم الصدقات عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يلا نروح للقرآن الكريم نسأله، فلإن القرآن بيقول واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، ورحنا للقرآن الكريم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، ولما نشوف الجنة 8 أبواب بس من ضمنهم باب خاص باب إيه يا فندم؟ الريان. وليه الريان؟ عشان بيروي، الله يبارك فيه بيعمل إيه؟ بيروي. يعني كل اللي هيدخل من هذا الباب اللي عطش نفسه لله واللي سقى الناس ربنا يسقيهم. وتلاحظي حضرتك إنه في مشاهد يوم القيامة حوض سيدنا النبي، ولما ندخل الجنة نلاقيها كلها قائمة على الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، ده واضح إن المية من أعظم ما يكون هي الأساس، فهي أساس حياة الإنسان نفسه. يعني في جسم الإنسان أنا لا أعلم طبيا، لكن معظم جسم الإنسان قائم على الماء، يمكن 3/4 مية، ولو الإنسان امتنع عن الماء ده أكبر مشكلة كبيرة جدا جدا، وشربة مية نقية يعني بفضل الله عز وجل سبب في العلاج والشفاء. شربة مية ملوثة قد تؤدي إلى الهلاك والموت. فإذا موضوع المية ده واضح جدا أنه أهم جدا دينا ودنيا ودنيا وآخرة. ولذلك تلاحظي حضرتك من المسلمات ان الانسان قد يصبر على الجوع ما لا يصبر على العطش. الله ينور عليك طبعا. حضرتك واحنا كلنا صايمين كلنا اول شيء بنجري عليه المي، الله يبارك فيك شربة ماء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه شربة ماء على الظمأ ده أعظم ما يكون، ومن أعظم الصدقات إفراغك من دلوك في دلو أخيك، من أعظم الصدقات وصلات المية، من أعظم الصدقات الآبار اللي بتتعمل، من أعظم الصدقات محطات التحلية، من أعظم الصدقات مبردات المياه. فالمياه هي أساس كل شيء. وتلاحظي حضرتك كلنا أي حد لما المية بتقطع كارثة طبعا، ولذلك المية مرتبط وجودها بالفرح والسعادة وتفريج الكربات وإحياء الموت، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل المية سبب في إحياء الأرض بعد موتها. فالأرض المزروعة اللي فيها أزهار وأشجار وثمار دي أرض حية، والأرض التي ليس فيها ذلك ميتة، والفرق بينهما في وجود الماء. فعشان كده تلاحظي أنه صدقة الماء حاضرة. الحديث الأشهر سيدنا سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي ماتت أفينفع أن تصدق عنها؟ قال تصدق عنها يا سعد، ما أسرع الصدقة ثوابا؟ قال سقي الماء، إنك تسقي الناس. وسقي الماء هنا يا فندم
مش مرتبط بالبني آدم بس، ده سقي الماء للإنسان، سقي الماء للحيوان، سقي الماء للطيور، سقي الماء للنبات، بتجمع كل حاجة بالضبط، سقي الماء للأرض، سقي الماء لكل شيء. فأنت اسقي الماء. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عشان يعمم الموضوع تماما، في كل كبد رطبة أجر، حتى النملة. ولذلك تلاحظي حضرتك إن الشعار دينا مرتبط بإيه؟ امرأة سقت كلبا، سقت مرتبط بالساقية مية، ما قالش أطعمت. وربنا سبحانه وتعالى سمى المية طعام، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني معنى ذلك إنه المية قد تقوم مقام الطعام. وربنا امتن علينا بماء زمزم، طبعا بماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم وماء بركة وماء لما شرب له وماء لما سقي له وكان يكرم به الضيفان. فواضح ان ملف المية في ديننا الاسلامي ملف عظيم جدا وعملاق جدا، واهتم به الاسلام قرآنا وسنة قوي. يمكن الجمعية مهتمة كمان بالملف جامد جدا، ومش الفكرة فيه مش فكرة الابار بس، يعني في ناس ممكن يبقى عندهم مية بس المية لا تصلح، فعملوا محطات التحلية ومتاحة لكل حد انه يشارك فيها حتى لو بشيء قليل، مش لازم تقوم بيها كلها لان هي تكلفتها اكيد كبيرة جدا. علشان كده المياه هي اساس الحياة، هي المحطات التحلية عشان تبقى اساس الحياة في المنطقة دي، ابار نموذجية هي اساس الحياة في الارض دي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بترشيد المية وترشيد استهلاكها وعلمنا ذلك. تفرحش قوي بوجودها ويعني وتهضر فيها وتبقوا سايبين الحنفيات مفتوحة طول الوقت وسايبين المية موجودة طول الوقت بدون حاجة. الله يبارك في عمرك، ده اسراف وذنب طبعا. وربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معدي على سيدنا سعد بن أبي وقاص بيتوضى، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سعد لا تسرف. قال يا رسول الله أو في الماء إسراف؟ يعني ده مية. سيدنا سعد بيقول له كده، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، عشان نحافظ على المية. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أعرابي فسأله عن الوضوء، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراه الوضوء مرة مرة مرة، يعني يغسل ايده مرة وشه مرة تمام، وبعدين وراه الوضوء مرتين، يغسل ايده مرتين وشه مرتين، وراه الوضوء ثلاثة، يغسل ايده ثلاثة، يغسل وجهه ثلاثة، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. من حفظنا على المية اللي يزود ويسرف يبقى مسيء ومتعدي وظالم، يعني الاعتدال في كل شيء. الله يبارك في عمرك، عشان كده ملف المية كبير جدا معنا في ديننا، وملف المية كبير جدا في جمعية البر والتقوى. فرحة الناس بوجود المية عندهم والمية متوفرة عندنا كلنا، يعني ما تسأل أي حد هو بيتك فيه مية ولا لا هيقولك هو ده سؤال إيه اللي انت بتسأله لي ده. في ناس بيوتهم فيهاش مية، وفي مناطق كتير جدا ما عندهمش مية، أسر كتير جدا وبيوت كتير جدا، عشان كده فرحتهم بوجود المية ومعرفتهم بقيمة وجود المية بتبقى كبيرة جدا. ده صحيح، ولأنه وجود المية سبب في السعادة، فأنت لما بتبقى سبب في إسعاد حد ده أعظم شيء تتقرب به إلى الله عز وجل ويحبك ربنا، وبتعمل أعظم عمل يحبه ربنا. الحديث عند الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ سؤالين، السؤال الأول مين أكتر حد يحب ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فتلاحظي حضرتك أنفعهم للناس، للناس مش للمسلمين بس، فتنفع كل الناس، تبقى نافع للناس، تبقى في خدمة الناس، جابر لخاطر الناس، تيسر أحوال الناس، تشوف مصالح الناس دون التأثير على مصلحتك طبعا. طيب وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إنك تفرح حد، إنك تفرح وتفرح الناس. ومن أعظم ما يفرح الناس موضوع المية، لأنه شوف كل واحد فينا يشوف حاله لما المية بتقطع 10 دقايق، في ناس بتسيب البيت وتمشي، يعني في ناس بتسيب بيوتها وتمشي لما المية تبقى قطع عندهم عشان مش عارفين يتعاملوا. ما هيعيش ازاي من غير مية؟ لو قاعد في شقة وما فيهاش مية هيعيش ازاي؟ لو قاعد في مكان ما فيهوش مية هيعيش ازاي؟ فهي المية أساس العمران وأساس الحياة وأساس البناء وأساس الزراعة وأساس كل شيء. صحيح. فمن أعظم ما يقربك إلى الله ومن أعظم الزكوات الجارية ومن أعظم الصدقات الجارية المساهمة في موضوع
المية، سواء كانت وصلات مية أو مبردات مية أو آبار أو محطات تحليق. قادر تعمل محطة بنفسك كاملة اعمل، مش قادر شارك على قد ما تقدر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني ما شاء الله الواحد لما بيبص ويشوف المزرعة على مساحة كبيرة جدا وقد إيه الشغل مستمر فيها بيفرح قوي الأعمال الخير إنه في ناس كتير مساهمة ومشاركة، لأن هي في الأول وفي الآخر كانت في الأرض، في الأول أرض ما فيهاش أي حاجة خالص، النهاردة عمل عظيم جدا. طبعا هو تلاحظ حضرتك قد إيه العمل في النور وقد إيه العمل منظم. معظم المشايخ ذهبوا إلى هذه المزرعة، عدد كبير جدا من المزارع، أكثر من 50 فدان، وأنا رحت إلى هذه المزرعة وفي أرض واقع موجودة بالفعل ومزروعات موجودة بالفعل قدامك. ده جانب تحت الإنشاء فيه مزروع فعلا ومثمر زي كده، فيها مزروعات دائمة زي النخل والزيتون وغير ذلك، فيه مزروعات الموسمية، فيها أحواض سمكية. فمصرف من مصارف الزكاة العظيم جدا جدا، ما يخرج منها يباع ويرد إلى أسيادنا الفقراء، ما يخرج منها بعض يذهب إلى أسيادنا الفقراء، فهو عمل متكامل قوي جدا جدا، وزكاة جارية دائمة إلى بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وصدقة جارية عظيمة جدا. وإنت لما بتعمل ده ربنا بيديلك أربعة أشياء: رقم واحد ينزل الله البركة في مالك، رقم اثنين يحببك إلى خلقه، رقم ثلاثة يدفع عنك البلايا والعاهات، رقم أربعة يجعل صدقتك سترا بينك وبين النار وظلا على رأسك يوم القيامة. فأنت لما بتعمل ده تساهم في المزرعة، تساهم في أي ملف من الملفات اللي بتعرضها جمعية البر والتقوى، رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك وفي أولادك وفي عيالك وفي عملك، واللي انت بتنفقه بيلف ويرجع لك معه الستر والنصر، رقم اتنين ربنا بيحبب بيضع لك القبول في الأرض، رقم ثلاثة يدفع عنك البلايا والعاهات والمصائب، رقم أربعة يوم القيامة تلاقي صدقتك وزكاتك مظلة على رأسك تحميك من الحر وتحميك من الشمس وتأخذ بيدك إلى الجنة. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتني يا فضلت الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماعة لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.